بسم الله الرحمن الرحيم وبرمامج كديان ومات إذا كجاي من يمجال هذا بصن عارق ذلك المراكك كا مات وحنا كسرنا حفلات هذا بلادنا ألوسمي ما في القبلات الصومالية خاتمو يمدحلي سب الله مجعابي هذا بقى حفلات سيرون عليه وحقيت هاي سيدة مرتيد الشرف تله عاو السقطي مقولهن سيدة آد كأقول حذ بلادنا لوجس وشقي وحان إذا كم هذا علينا ما هاد تيدي يقول شرف بدنيد سيدا شرفت لي عاد نوغو نوغا أغبشان إن عاد نغلس وقبل شان حفلتنا قيمة له إن آدي آد بدو مهد سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وحى مهادس كله الله سبحانه وتعالى إن هذا جاي أمد مسلمة مهدس ومهدوين الله باهي يقفكو إن وحدي جير قلبتي سكسوغا اغادا ان الله سبحانه وتعالى وكدغ قف مسلم قف كمركو مسلم يحي وانو دريما ان الله سبحانه وتعالى وكغلدستي نمعاداس دينتا اسلامكا اسلام لا انتو وحي كينسا قفكو انو سلهين وحي إلهي سبحانه وتعالى هو أبوري وحي لي إسلام نمدو وحي عدين إسا قفك إنو أغاده ودريمه وفهمه إلا أبوري إنو إلهي سبحانه وتعالى هو قامسمه هو قامسان إلهي قفك هو قامسيه ويان مداس إلهي سبحانه وتعالى ونقدونيه او اي دينتين كو سلسان تهي الهي سبحانه وتعالى قرآن كو حكوري وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جنك اي إنسي وحكر الله مأبورين وحأدون كان الله كيني وكلي وحويان إن الهي سبحانه وتعالى يعبدان ووحى إلهي سبحانه وتعالى وبن آدم كي جنك وأبوري أوكليه إنت أن لا أبورين جنك آذنها إلهي سبحانه وتعالى ملائكته أي وشي وحيري وحان أبوريا مد أدون كان كنغضة خليف وأدون كان مسؤول كنغضة أيان أبوريا مركز ملائكته وحير هذين إلهي محد أبوريا مد لنك فسهادية ودي كوداليه هذا بلاق وانتي ان بني ادم كلا ابورين اي بني ادم كادون كلا كينين اي ملائكتي وهي ليدهي اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الهي موحد ابوريسا مد ادون كفسهاديه اي قص يورير جهورير كورده او حدنا ديق داديه مياد أبو ريسا كل كاسو إلهي سبحانه وتعالى ملائكته جوابه حكيري إني أعلم ما لا تعلمون وحن أغوه أغير إلهي سبحانه وتعالى وحيالا إذن أدين كوغين مركا ملائكته إلهي سبحانه وتعالى سيدا أيوغو جوابي وجوابت إلهي أوسي ملائكته أدبي أولي أبينو إلهي وحوتسي إن أقونت وضو أيرتهي إلهي سبحانه وتعالى قونتي سنة بلارنتاي إلهي وحا أوغاي بني آدم كينو يهي ميد كرامي الشرف له وقرآن كحوكيري ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وحير بني آدم كو كرامو يشرف أيو ليه كرامة يشرف ليه وحاوي ماشا ملائكة أم لينيين إنو بني آدم كو تاغين يهي أو كليه إنه دولك فسهادي أبديق دادي إلهي وحير بن آدمكو سيدا أو كليا ماهي شرف أيوليه شرف
أيو ليه وحو نقار يا بني آدمكو ميل أيسن أيسن قاري كرين محالي رهدا ملائكة إلهي سبحانه وتعالى وأبوري أوكلية إن إلهي أب إلهي أمارتي إن إلهي كلية عابدان وأبوري أيو إلهي سبحانه وتعالى وحو يري بني آدمكو حو قاريا ميل أيسن حتى أيسن قاري كرين ملائكة يعني بني آدم كساس إلهي سبحانه وتعالى وشيغية آيات قرآن كمبليدة إلهي وحو ليه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر وحانري انت آدراتيو دور هريت وحي دعي ولد بضا هايسان انت ظلمي ايو دكنها كوي غلي ودبال دغيسان انت دقيديو ما تدا لداشدي درحمدا بديسان انت دالن ان نحن افك دوبتي او درن دينكو امينيسان انت دكتوريو درجة ليس أمانيو دقري بين سيدتان انت دلكو إذل نمبدان يرعون قو إن دعو أوذنيسان هدينان استبقبن دلك النبات كسور روبين درر كي علادها دبن دير السجحرين عذر كان نداش ذي دوذي سآن هلين إن عن دبر جوئنا ده إجا مسار سومالا إز دبقبو هديك على دربا بأي يدول هبار قبي او دمي ايان نقن ديناصور سيدي سي دوكسيادة علون تيو دار تكيد كان لديغي داوشادة نلو ايمن دروسات لقاتيو كوي لقدر دارميو لقد جاي أيام نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كلام دودون بنسير دوت هجيا. مركو وارسا مدن يال يمروين آد بان إني كم هاد علنيا. كسواق بقال كا أنا جل سواق بيجشين حفلة دن وروح ضبطن عاوة أنو كحسينه. خاتم استاد اف صوماليا جدي وينو لوغنا هي خاتم اني هوراي او دغاتاي خاتمو waxay ahayd ku meel gaar iminkana waxay noqotay waanu dhameystiray oo waxay noqotay isteedkii oo ka baxay ku meel gaarnimadii هديان سدول تاغو لبك المدود خاتمو محيط هاي خاتمو ومن نمضى صوماليا ايه يوت تاغن تاهورت خاتمو خاتمو وحيسكو حريرسا كونفور ايه وقوية ايه وحيوت هاي بريج كي لوغا قد بيه وليس وقد بيشري waxay noognahay khaatumo inaysan bilaaban taariikhdeedu haddeer ay Soomaaliya xornimadii Soomaaliya ay soo bilaabatay khaatumo waa meeshii laga bilaabay gol khaatumo xornimadii Soomaaliya anoo ka faa'iideysanaya waqtiga qaaliga ah ee laysiyay
وحنا هلكن كسلام يا مذا حد عصم يا نودور أنا خاتم يستيقظ في صوماليا يجنا وحنا إلهي وقبر يعني إلهي وفضل يو أرين تعلس اللودي بتي وينكم ما من سعادة آد يا آد بان مرلبات يا مرسدحات بيني كم هاد علينا يا مروين يوم مدن يال بدت كنا شرفت العاوة نجلس وقلب قلي حفلة وروح بدن وأنا ما هتنتين. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. خاتم أقول خاتم أقول خاتم أقول وحنا قرنا وحنا سلوات في التاير قلوا ذي وح يقول يرده لكن وقرثود مركز دي بحساب تماي ويا وحنا أقوله كوا بدن السياسيين هو الصومالية إمن كاملول كصومالية وكأه سياسيين وأول وأنا قاعد لك روا وقت ما شقين يولي مركز لما يعبينا حبيبي إلى وحنا سو ولا هيس أذين أذين متي مركز رجع يا جاي عيوري إلى أذين قافان نقضي هيل في المودي مرسي هدينا وقت يسكروا قصوها قاف سلي ولا اللي يرى أنك مذا؟ أنت سوى أرير وحن خلاعينا يا هرت خاتم حيته حي أتال أنت أنا وحن وحيت خاتمه مركل الصور اللي لا بعرف مود كل أتال أنت بدوحة وهي آية كتالين تدتك كل السور يا سناك يا عين آية كتالين تود مركي الدولة دين اللي بربرطي إمن كأين وسامي سندو صوماليا عصب الفدريشن ككردستان وحالوغو آنسالي إذو ويبقين أيضو السوكاشتو هاوشيه أو سلف لترميشن سميسو خاتمنا صدق هذا قبل أيام دثوا كل القوانين تأني أيامه سلف ديتيرميشن أي أسمى يسوع والدستور كصومالي قوات تعرف تاس مد سلا وحنا رقبة يونايتد نيشنز شارتر باقبة إن قرروا ولا با ومدة إلى هاي أبو ري أي سكوا كل صوانات أو هوشي سلف ديتيرميشن كذا أي أسمى يسوع marka khaato marka sida loo eego waxay u taagantay umadaasi sida ayadu ay isugu kalsoonaan lahayd ee ay u sameysan lahayd waxay u baahan tahay oo aan cidna u daba fariisateen hawleheeda iyo danaheeda taasi raba maxay kale u taagantay waxa la yiraahdo the unity of the nation of somalia wa umada soomaaliyeed mid ahaanteeda حدي أنا سياحتين ده واحد نقول له الصومالية إن أي قارك إسكاب تكتو لكن واحد قال خاطره إن سيا ديدو أوتي هذا أنا واحد كم نقول إن الصومالي وين أو كم قوي من الصومالي إنت ذكره الصومالي إن إسكون مد نقطه أو مد أحاطه واحد أقول شرط كيونات النيشن إسك واحد كون يستقال بقول يستقاشن كي الأول باسكر يستقدر تبقى وصولكو في سوليوشن أوراني الصومالية وامد لما نكرا تشارك رو كا إستقاء أي خاتومنا كدو ليسي أو كسعوت سيدا واحد لقب خاتومه دولها إنو تيران كان هينا الصومالية كالقوين واحد لقب دولها ووين يوروب واحد لقب يونايتد نيشنز مركا ودنا حق على كتار انتهاي خاتم او اه صومالي لك على تشاري ماي لما لا اهرمو دي خاتم او تار انتهاي مركا انا لافو وحان دونا يا اهرنا مالي والبقاني اللي ويدي مركا انا ميراها مرايو انا عاوة دبول كاقابو وحان يا شاي خاتم او قيب سي هو رير خاتم ما قيب سي ايه وامد waxaa jirta niman heer khaatuma ka tirsan ama dad heer khaatuma ka tirsan oo siyaasiyiin oo labada maamul ee halalka xiga labadaba la shaqeeyaa waa caadi taas
سيادة عادي كتاين واردين شيئا دولاد محمد سياد بره مركي SSDF إيا SNM أي كوكعين لا واحد شرين نمال مضحة والله ماذا بكاتر سيادة ودولاد محمد سياد بره لا شغيني بل واحد دي مغول لغتان لبادي برا المنستر يقودن بي الصومال إياها لبادي برا المنستر الصومال يقودن بي محمد سياد بره لا شغيني حقايها إياها واحد هاي حوالي عمر عتبان اللون كو انت عم باسي دور اما SSDF اما اهم حوها SNM الا شقيني سي محمد سياد بره مقرانيسان يا هاي ستي سكيورتي سيرفيسز كا اذا ما عماد اذا ما انا بسوقد الصومالي يا هاي ستي SSDF ما هيسن ام ساعة تريع ايضا او كتر سن SNM لا شقيني محمد سياد بره بقول كمانكم عسكري او كتر سن صومالي كتر سن محوها SNM ayaa ciidamada Soomaaliland ku jiray kuwa ka soo goosanay SSDF dowladda Soomaaliya oo dowladda Soomaaliya ku soo noqonayay ciidamada indin SSDF waa qayb santa ciidamada SNM waa qayb santa war qoliyaha kan xaqani xaq laga tagay noo shaqada tagay maxaa ka dhigay xaqiiqda khatwa waa qayb santa waa wax aad iyo aad u yaab badan waa caadi inay xaqa iyo xaqaba la kala tago dadku bini'aadamka Ilaahay markuu abuuray meel ma wada mari karo mid baa sidii sheegaya hamoodina inaanu sharaysanayno in xaqa qaar naga jiraan qaarna xaqa naga jiraan ma maqashay wali fiqbaadi kama tan tago ha waan xusuustaa dawladdii Maxamed Siyaad Barre niman badan oo كثير سنة أو SSDF SNM ها أو كاها وسيرة كاها لكن حاجة كم هذا إكسو كذا تأكل ولا خرج يا إنفورميشن أنت بسيري يا كيفتي هذا حاجة أنا دور ده خرج غيّا ورب ما اللي بصنع إنه في قبالي كم كم تشنت هو أنا ما نومك ها waxaan inta kale raacinaya arin baa jirta la yiraahdo had iyo jeer la weydiinayo khaatiba war heerkeeda waa qabiyo kariya war qadaayil Soomaaliyeed oo kala badan baa la degan imanka rubaantay ee khaatime maxaa loo qarinaya loo yasaya waa yaabe parlamanka khaatumo afar qabiil baa nagu heliyo kale waxaan nagu heliyo fiqishin oo cayra oo habar gidir oo parlamanka wax ku leh war waxa lagu weheliya abayoonis oo gari koomba oo barnaamijka wax ku leh waxa lagu weheliya kaski qabe oo ina hartiya oo barnaamijka wax ku leh waxa lagu weheliya gabeey oo ina Soomaaliyeed oo barnaamijka wax ku leh seeti qabiil kale min hee qabaail ka badan baan oo dadka kunool sool iyo sanaag iyo cayni way ka buuxaan oo way waa ku dhanahay oo waxaanu nahay dad homogeneous oo fara badan baan nahay taasi waa taa waxaan aad iyo aad u mahadnaqayna hadaan reer khaatuban nahay dadka Soomaaliyeed ee saafahaysan ee nagu ayidsan baan aad iyo aad u mahadnaqayna inna yabu ay san yahay sa oo lagu ogol yahay waxa uu markhaatiya fadhigeena caawa ya fadhigeena caawa dadka khaatima ku abtirsan waxa laba jeer ka badan dadka aan ku abtirsan ee Soomaaliyeed nagu ayidi ha waati la cidna diidani laakiin waxa weeye wax la ilaawi karo waa tan Soomaaliyeed intee ka akhriyo fadhigo cid walba waye meel kale hadaba u gudbaya waxa maayo baro ku soo qaada weerar kala soo dira oo kala shaare dhowr jeer oo ku xigtay oo taleexa soo joogto saaxleero dhowr jeer iminka
وحاسوورنا لكسو قاده waxaa weeye Soomaa i khaatuma la baabiyo ama khaatuma hawsh ay wada laga ciideeyo war khaatuma sida ku baabiyeeyso dadkan soo weeraray khaatka ay sameeyeen waxa weeye hadii ay reer khaatuma yaqaanin oo daraawish yaqaanin oo ay yaqaanin kana adeegayaga lama ay soo weerareen إنجليز بقى نوتا و 20 years من القراعي سوى عد والبوات انت كأت كنانو مركا وحان كحو ماهي أي روح بدر ماهي استاني وحي يرايا معاولة الدون كؤسية اللي أقوى ماهي عسبتالة إسكولة اللي كلسة إلا ساخر الصوص يستو خاتم القراعو أيانو آذي آذي وحنا هلا سو حن آذي آد سويدية وذي ما واحد بس سكن ولا وركي ما واحد ليلي حب الشباب اللي يقول لا يا والوالي والنير وذي ما راح تشوف يا قلنا والوالي والنير حال كذا آد يا قلنا يعني أنا ما قيل بخبر حسين والنيكا كي من عرقال وحيوت كتبوتي كل ما يرقوا هذا يرى محاكية ولي نين يقالنا ما بس هو يرى ربع نين يقالنا ولي لبلغوا مهلو نين يقالنا ما ينكلم نين كدقال ما ينكلم كوما اللي بيستبب ميشا قبل جيدة يرقوا وليها قبل جيدة ويرقوا محاكية بحيث الدين لها وبحيث وليها kale adeega ayaa wax idin ku sheegaya taariikhda waxa la yiraahdaa ayadu ma soo noqnoqoto ingiriis baa wuxuu soo kaxaystay hindi iyo niman kale ilaaha sawaaxil iyo soomaali daraawish buu ku duulay daraawish xaqay markaa degan tahay meel u dhaxaysa caynaba iyo walwaal lixdeeda kees wale waxa u jirta 200 oo meel biya waxa ugu dhow meesha ay degan yihiin ama biyaha caymeed ama biyaha walwaleed waa meel lama degana faraski ka soo cabay caynaba 200 oo meel marka uu soo socday muxuu keenay waxba ciidankii ingiriis iyo faransiis xal ingiriis ay u watay intaas oo hindi iyo sawaaxil iyo soomaali isugu jiray daraawish hufbe ka dhigtay ماشي waxaa loo bixiyay koretonsh waa koori fartaha badnaantoodi meesh ku baabay hadii nin marka inta marka weerarkaas inta aanay qaadin waxaa lagu laaloonayay daraawish maanta nin barreer sare soo kaxaysto qaar baa waxay seen Soomaalida laba hoggaan oo awrta ku yar galbeedka ma ogtahay awrtana waa soo kaxaysanayna reerahana waa soo rararayna nin leh qaacho balas oo xulkii ka mid ah markuu jabay ayaa gabiyey wuxuu yiri hindiga rinjijirsan oo yamyam ka rogi doonta oo ragcad baynu u geyn nin barreer ha ka haysto saasoo ma fiicna ruqa weeye farduu warsa wixii noo rooray raggii ay wadatiyeen rabay gaaladii ma habi eebow mahadaabi mar haddaan rubadayda reerihii nabad keenay raxmaanka uu nabad daabay oo mahadda waxaan ka wadaa walcidi soo doonata dadka kale daraawiishta ah ee samaynaysa muxuu ahaa doonaya inay aayahooda ka tashadaan taa uu sheegay muxuu ahaa qaajo balas ayuun baa haysata hadalka waxaan ku soo koobayaa qolyahan hortaagan yaan tala yar u jeedinaya taladaasi waxay tahay war hab dhaqankiina bedela oo waxaad ku bedeshaan hab daris wanaag war waxaad ku bedeshaan hab wax wada qabsi waxaad ku bedeshaan hab Soomaaliyeed
أنا وحنا لها هدي أنا سيدا نقولين وعيلي أسكرت على ملأ جرتين ديب ديب هرس هروس عديب الصعود لأن دوري شغال ألا محاد دار لك هرس وحنا لها وركده يسيدا أن كل غنوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الذي ماشى لك الشيء قاركود بنا وكم ركفر هيا تاريخ ذا نينكي آخر استي والعقي هو انتي صومالي أحيد واستعمار قبصدي سيؤبديهين هشيس بي الله صحيحين نمانكي إنا استعمار صدي أما هلقو مقعاب بروتكتبت أما هلقو مقعاب وحلمي ذا أما كلني هاقول هادين وضياء شوض ورقضي صحيحين كل قول إلا مد وقال لاس عنا تلماني دول كان كلاثمو تلماني انتي سبضا إلا رير لاس عنا وادي دليل صحيحا يا أخير قفكي تاريخ دا سومالي أخري أما قبشادي إنجليز كو أحراد قبصدي أقريي وأركيا إن وحسدا فرح أقول لابت إياجات حال كاليتو أو أي كلاو أنكم مركفورة هايوم حاجرانو حرير بان لالها وقويقة حتى مركي أو حريات دي آيان كامل لغن دور كي كعيارين إن سومالي من نقطو يدن واكو رغبا يدن إيو ركالاوا ومانت اللفتي ده markii la soo hadal qaado lagu xaraaqay Soomaali ma wada jireeyso iyaguna dagaal ka galay dagaalkii xataa markaas ay ka galeen iyo diididay diideen iyada lafteedii waa la socda en waa wax aan dadku wada awoodi karin oo Soomaalida hadda sidee u badan tahay ayaamahaas la marayo nolosheeda iyo xooga urur umuqan hayay ku fikaraane arurtiisa arurtooda ilaa awo saddexaad ka soo socda kama ay fikaraan ilmahoodaas waxay ku dambeyn doonaan wixii isticmaar iyo intii la shaqeeyay oo afrikaan lahayd oo soomaali lahayd oo cid walba lahayd kaleeto ay ku shaqeeyeen cidii diida sharafkeeday leedahay marka xaalka isaga ah waa ku faansan tahay beesha hadda khaatumo la baxday raali baan kuna hadba waxa iyagu rabaan baan raali kuna waxaanu aad u daba soconaa waliba dagaalkii ay sameeyeen si Soomaali u jirto haddii waxaan u maleynayaa Soomaali waa ogtahay halkaas qofkii xataa afka ka oran oo waxa dhacay maqal hayo uu la socdaa marka taas ay yaa muhiim ka tahay falka aad qabanayso yaa muhiim falkiina waa kaas buu noqon dad iska nasiib lahaayo waxbaan kala jeed jiideynaa iyo waxbaan kala waxaynaya aan soo gaarin
وعاد صوت دقالمي وعادتك من ما أنتي وجوه الرئيسي وحلا أساسي إلى آخرك أي كدنتين هي شامل كود دقالم هي كوا صرت الدعاء كي ما نسي وقال دعاء كي ما نسي مركا وعلكم هالسنتين شغدا قبوتين إن أدوان بان رجعين إن عندي بقول نقول لباتوين بأسكا إيمانا يقفكم مركو موقف ليه مبدأ في عنا ليه وكونا ديقيا لبات القناة كان هم قرقهم كان مراد كيسودا نيه إنو ميل قبصده حاجة سوامال وحي أبضان تهي ساد كور قبتين نمباسو استاقا هيا أسو استاقا ما يو أمد واوين أمد دادوينها داد كيسا لبات دهيسا قودهان لكن استغفر الله القب صدوه مشار للسياح وقال له لوش اللي شايف كله يريده يمشي وز إيمان هيا هدني كساسين وحده أنتو أولي ما دتك اللي حستاك حلال ما هيا إلا وأني نقول دونه مركا كواس إلهي بعينك خوانا هيا إن نقول وعينك خوانا هدك بعد فيرنا وحان السجق قبنا هنا نيو والبو انت سو استاقي يره دا انا وحربا معها انا قعنت قبنا وعقنا هيا وحان لكين هاد برهير كاعتهي ياد وحان ليه هاي جنة اذن كبوحين ايا حقا اذن كسو ضادين ايا حقا اذن كضادين ايا مركز ليه انا غبطة لكن هادو مباشي مركو تغليه اللي ميوحي وحي وحجرة معها أما دتك جاري كرن يلا واحد وحتى علاقته وحي واحد دوينه وحتى رأي معها دوينه وحتى رأي وحق قيس والبؤس الصومالية جاره يا دوينه وحتى رأي هذا أنا وحي إلى تهي أنت الله تلاجلا قف انت سو استاغه ور انيغا waxaa halayga dhigole oo aan ku fakarayn in dad weyne iyo dibta ummada haysta iyo mustaqbal kooda wax la dhageysto ma ama wax loo dirsado hadii aan waxa aan sameynayaa ay caruurteeda kaliya gaaraan oo dad weyne aan gaalayn caruurteeda afan mayso وأين وحدتك جارة؟ ودن كدتك ودن باله، فاميلي ماله، رير ماله. مركا على الكاس، هلا جا ورقو، هلا عقادو، ولي جينا. الدنيا ذا نعفقة شوغة كل قول مركا الله يسكد دارو قفك وعيني كلاس الرئيسان مجي عيسائية مجي عدد كيسو وعينو سنقاتش كبقين ودل كبقين وقرو كبقين وكفكرا دانتا قود بايساقا دانتيس كتشرتا دانت عرورتيسو كي وحي كتشرتا دانتا قود دانتا مستقبل كيساك تاسي كتشرتا لكن معها عانيقا هلا يسيو هدو عرورتا يديئي حقا يعني اقول الله أبنى يمحاي كتشرتا تكاسكال عانيق وانكاره يكملتا ومدى الصوماليون الساسي أبلانتا وانا قرش الآن وأقول هم حديد رقي وصوب بابا عينه الله المحرس
waxaan u malaynayaa wax yar baa ka dambeeya laakiin odayaashii oo dhan tage ilaahay baa awaal ka siinahay halna ha iloobinina soomaali hadday qoys qoys noqoto sharafkii waa dhacaya waa tegaya loo cugu ixtiraami mayo cadowgaagu waa noolaanaya waxba kama dhacsan kartid ummadda inteedii badanna waa layna ka haystaa babalaaya gacanta ku haysa sidii dadkaad laysugu jiidi lahaa falankeeda la qabto waxa lagu fakaraana danguud ha ahaato danguudahaad waxa kaloo dhan waa gaabinayaan muddo yar bay soconayaan haddee anigu intaasaan rabicinaa ku biiriyo ilaahiyay khayr hayna waafijiyo intii dadaashayna dadaalka ku guulaysta ee guul asalaamu calaykum kulligii waan idin salaamay marwooyin iyo madanayaal dadka goobta iskugu yimid waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in layga casumo xafladan aad sida qurux badan loo soo habeeyey anigoo aanan ahayn reer Boston kana imid dalka Sweden waxaa nasiibku ii galay inaan ka soo qayb galo marka taas aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa caawa waxaynu xildhibaanna ma ihi laakiin waxaan ahaa xildhibaanadii dowladdii ku meel gaarka marka waan saxayaa taas haddii haddaan nin Soomaaliyeed ahaan lahaa waxaan dhihi lahaa weli waan ahay maadaama aan xilka jecelahay laakiin dumarkeenna Soomaali waxaan baraynaa raggeenna marka aad darajadu aad ka dhacdo inaad ogolaato inaad ka dhacday taasaan laakiin hadda waxaan rabaa inaan ka hadalno inkastoo aan ka xumahay ama aan ku faraxsanahay dad iga runtii iga xigmad badan iga waaya arag san wax badan ummada Soomaaliyeed iyo dowladihii Soomaaliya ka dhashay si fiican ula shaqeeyay ka warqabaysada adeer bardacdo kale inuu ka hadlay oo ay maaragtay aad iyo aad iigu adag tahay inaan war xigmad leh helo kadib dadkaas iyo maxay ahayd adeerkii hore kasii horeeyay ee taariikhdii gobolka maanta aynu gobolada maanta aan u dabaaldegayno ay taariikhdii fiicneyd ee ahayd inay isticmaalki diideen inooga waramay inaan gadaashooda ka hadlo way ugu adag tahay laakiin waxa la yiri nin walba taagtiisay qodax ugu tagtaa marka ana tayda isku dalay runtii waa la macneeyay waxa ay ka taagan tahay khaatumo anna waxaan aaminsanahay qofkii iiraahdo Soomaaliya kaasaan aaminsanahay calankaas Blueland aaminsanahay wax dhiman ma jiro intii isku raacday inaan kaa aaminsanahay waxay sheegayaan inaan qaranimadii Soomaaliyeed ay weli jirto jiri doonto adag tahay marka aan taas Soomaali oo dhan haddaan nahay meel alaala meeshan adduunka joogno iyo dalkeenaba waa inaan taageernaa cid alaala cidii tiraahda qaranimada Soomaaliyaan adkaynayaa wadajirka Soomaaliyaan adkaynayaa jiritaanka Soomaaliyaan adkaynayaa waxaan leenahay walaalayaal waad mahadsantihiin annaguna waa idin garab taagnaa saa darteed waxaan leenahay khaatuma ha noolaato ummadda Soomaaliyeed oo dhan ha noolaato waxaan isleeyahay inaan tala bixino yar oo ah ummaddu way isqabataa way dagaashaa waxba dhexmara laakiin way ka daashaa xabada iyo dagaalka waxaan u baahanahay haddii wax khilaafa uu jiro in inta la fariisto geedihii la fariisan jiray la hoos fariisto saanti la yiri markuu isticmaalku yimid waxaa lagu qoray dalka mali inta la hoos inta la dhigto lagu fariisto in la wada hadlo oo aan la isku duulin oon dadka la qaxinin
صدّن سنة أيّا لقحيه أو نك أو لعرريه مركيان لفورين دجال كله خاصة ضدك بدن أو حيرة دن قبله دو قوي نبت بقى كشرته تيه هذا هرمود ويا هذا ما أنت صحدر يرول كل شيء إنه نبدو كشرين دو قوي مركان نبدو كنشرته مركتا مركان وحنا من سنة هاي إنا يسوم على هالتهاي إنا ولقد هلا هان يسوم وهل فاميليوير هل أودي كسو وذي شيء ده وذا قرابة المرتية المدية المئية مركمال أنكو كل تيجي كرنا متشرو ويلك هذا يوسف ده ويمكرفون كنا وحن آد وجم هاد علينا يا إنه يجري مركين الدولة هذا هلا حافظة أنت وينو كري صندونا ويوحى وحى أنكو دحشرنا وحافظة لكن كل الدم بان مود نسي لا تهاي هدي وحين وجوها جاجة هي أنا بروان وضينا إلى أنو سيدان أهانشرلي Somali quwad badan oo geeska Afrika dawlad quwan oo geeska Afrika ka tilmaaman in aan noqono dib ugu noqono ayaa rajaynaya marka ee nabada waxa la yiraahdo xogagaana waan in yar waan gabya ama waan buraanbura inkastoo na waxba soo qorin nasiib darro ee nabada ayaan waxan leeyahay nabadu waa shay la naxsha la nuriya waa nolol naabka nusqaamiya waa nolol ki ka naxaya nalka u shida waa nolol nooliga qax iyo naarta laga nasta nooliga iyo qaxa iyo naarta laga nasta marka in naarta laga nasto iyo qax ayaan rajaynayna waxa kale jiro leeyahay Soomaali ki saxa sadaaye ansana tuman saqiirada leen xaqna suufka uga cad yahay Soomaalon soohdin kala soo in boo safnaan sabaan ka sabaan ayay suuradiisa wadan anna safkiisa anaho saasan ubax u sare waa ninka Soomaali nabad u horseeda ma aha ka qadina waxaan leeyahay aad baad u mahadsan tihiin Soomaaliya ha noolaato ha jirto ha joogto waad mahadsan tihiin bismillaahir rahmaanir rahiim الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بالإحسان إلى يوم الدين وحي هذا اللي اسكدم مادين دتك الصوماليد وي ودردشين وحنا واد احمران وان اللهشين دونا إن شاء الله بل سي إله يان وبرينا ودعان وأخرنا inkasta oo sharafta ay joogan oo anuu geelqaad ducadi boobay aan ahay marka ilaahay waxaanu ka baryeynaa nabad fa firru ilaahay ba ilaahay na amraya ilaahay xaqiisa nur deynaa ilaahay nabad noogu yabo ilaahay waxaanu ka baryeynaa Soomaaliya inaan noo dejisid ilaahay waxaanu ka baryeynaa ma tadallatay iyo wixii dhintay oo xurriyo u dhintay awal wa aakhir ilaahu jannadi ka waraabi mid khaatum aan dib ugu soo noqonaya khaatum waxa weeye waxa la yaab leh Soomaali markay burburtay waxa la yiri ma taqaana nin walbaba 4.5 waxa lagu qaybsaday 4.5 waxa lagu qaybsaday 4.5 markii hadana uu socon waayo wixii oo dhan hadda maartay isku qasmeen ba hadana waxa la yiri goboleysi bal horta gobolada maartay bal markii hore intii sarac ka dhay 2 bar iyo wixii ka badan hal la sameeyo haye okay gobolada qaar waa la sameeyo kuwana lama sameeyin hadii khaatuma hadda isteed la sameeyo maxay tahay problem ka jira hadii la sameeyo waxa weeye waa arin biiriyada ku meel gaara oo cid waliba ba maartay ay u socoto aqalka aan inaynu Soomaali weyn isugu keenno laakiin marka liya Soomaali weyn halka isugu ma keenin karo walaalayaalo dadka maamulka ah ee caawo waxaynu joognaa ee khaatumayna caawo fadhina waxa dhici kara gobolada dhexe ayaan lagu inay la dhisi doona iyaga laftigooda xaflada ay qaban doonaan hal dadka Boston gaar ahaan dadka Boston waxaan ka codsanaya reer Boston hadii aynaan inagu aynaan halka kan walaaloobin
هدينا إنه وحو ذا قبصن هدينا سومالي نمدي إنه وحو جيني والله وبالله وطالله دالكين إنه لقحو جينيني إنتينا هدا نسكو حرنا صدح يطمنن بقى وحب الدشي إنتينا هدا سرعنا وحما مدلي كرنا إيه إنه وحب الدل ديار موتين وما تنكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان تدوينا سوماليا ذا كسو قيب قري حفلة دا هوينكا دلن يرادا رجع وحن نقول سلام يا سلام تسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركلة سلام كدب وحن أدعو فرح سنة هاي إن المانت عاوة كسوة قيب قالوا حفلة تنقروح ده بدن لقوم مع موسى يو دل شدي أما دب عصبون سيتي خاتم استيت أوف سوماليا waan rabaa inaan marka ugu horeysa hambalyo u diro madaxda la doortay ee qaatumay state of somalia dhamaantood aan marka xigta waxaan rabaa inaan wax yar ka yiraahdo qaatumo qaatumo waa gobolada soomaaliyeed gobolka gobol kamid ah maamul goboleed soomaaliyeed maamul kamid ah runtiina taariikh kulli soomaaliya ilaa halgankii daraweesh waan naqaana xaruntii halgankii daraweeshta waa meeshii mataqaanay daraweesh dagaalkii weynaa ee halgankii Soomaaliya xornimada loogu raadinayay uu ka dhici jiray marka ilaa hadda waxay u taagan yihiin midnimada iyo adkeynta Soomaaliyeed marka taas waan ugu mahadcelinayaa Soomaalida waxaan ka codsanayaa meel ay joogaanba waqooyi koofur bartamaha iyo meel kasta ay joogaan ilaa gacanaha isqabsadaan Soomaaliya kala ma go'i karto waa hal wadan hal dad marka waxaan ka codsanayaa Soomaalida inay midoobaan gacanaha isqabsadaan dagaal wiil ayaa ku dhintay wiilka ma dhasho Soomaaliya hal loolaato khaatima hal loolaato wa ma santin bismillaahir rahmaanir rahiim marka koowaad waxaan rabaa inaan mahad ballaaran u jeediyo dhalinyaradii rag iyo dumar isugu jira ee noo abaabulay shirkan caawaan ku kulanay marka labaadna dadweynaha ka soo qayb galay oo sharaf leh dhamaan waa salaamantii khaatumo taariikhdeeda waa laga sheekay wax hadda abuurmay ma maaha waa wax waligo jirjiray oo hadda boorka laga jafay marka waxaa isweydiin la yaa sameeyay khaatumo maxaa loo sameeyay taasana wali laga hadlay khaatumo waxa sameeyay culumaauddin nabadoono isimo odayaal dhalinyaro rag iyo dumar bale ayaa khaatuma sameeyay oo ku abtirsada khaatuma state of somalia waxay u sameeyeen sababta keentay inay sameeyaan maanta waxa weeye midnimadii soomaaliya oo laga sheekeeyey waagii soomaaliya ee isku darsanto 1906-kii waxaa sababteeda lahaa xisbigii la oran jiray USB oo hormood ay u ahayd saddexda gobol ee maanta ku abtirsato khaatumo dadkii deganaa iyo awdal dadka degan marka maalinta hadba xaaladu meel bay taagan tahay maalinta waxay taagneed xisbiyo awood lahaa oo wax qaban karay maanta xisbi wax qaban kara ma jiro qori waqti lagu dagaalami karo midnimo lagu keeni karana ma jirto oo waagii qoriga khaatuma waxay ahayd meeshii la dagaalamaysay isticmaarkii ingiriiska talyaaniga iyo xabashidaba waxaanad xasuusataan afrika meeshii koowaad oo lagu duqeeyey dayaarado inay ahayd soomaaliya gaar ahaan gobolka maanta khaatuma state of somalia taleex marka sababta ay u sameeyeen maanta waxa weeye si soomaaliya ay u kala go'in midda keliya lagu badbaadin karo waxa weeye khaatuma state of somalia in la abuuro marka taasaa keentay in khaatuma la sameeyo ma loo sameynin sida meelo badan oo dalka ka jira dad xukun doon ah oo raba inay isticmaalaan dadka oo ama magacyo ku samaystaan ama wax ku helaan
وكوين تاي أرنتاس وحنا وي مرخاتي وحكاء ماشى يقطع على مرخاتي كا سوامالي تاريخها مركب وحلو بهاي لما أنت إنا إنه تاجي الرخاتو ما سبب توحى وي ماشى كلي أو من نبدي سوامالي يقصون نقكرت وحنا لو بهاي هاي وأنا لدر دار بيا ما ذا حد عصوب خاتمه إنا يسا أفهمان إلهي نهو شو ذا أفضل ذيو أنا جنا أنكو تاجي الردمانتين ملك استو أجو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا بسم الله يا آيات كيو شرعيك أولا بسم الله يا آيات كيو شرعي وحانكو يكاين يا آياتها قران إي عرين تميشان وشوق نامدي أبشيرا أوما الصومالي ربي وصلاحك الله ويسكور سمي ويسامينا الله ويكا لا يربوبين وربحضا وعيوه بيوم النمو أيا بابولا أوما الصومالي ربي وصلاحك الله وايكا لا يردوه بين وربحضا الله ويسكور سمي ويسامينا وعيا هودي يوم النمو أيا بابولا ما شاء الله وبا حداره الضلو ألباته إسال قبيل باتهين ولو هذا أوجيا أرلا ذا صومالي إلا إسكيدي باتهين إسلام داسي يوغرها باتكو إذيشي أباب الله إسلام داسي يوغرها باتكو إذيشي أباب الله نهبادو إذنين أغاچيرا وبا حداره ضلوه والباته أسال قبيد باته نولو هذا أوجيه أرلا ذا صومالي لا إسكيدي باته أباب لنا بدو إدينا قشرا ما شاء الله قاتو مواني من دريادو هدانا دوان خاتو مواني ما دريادو هدانا دوا تاريس واناقي يونباد بايدانا اينا يان سوماليس كدوم نده دايدانا اينا يان عالانك يوداق عالمين بايدفاع يان عالانك يوداق عالمين بايدفاع يان ما تشير الروح دي ذكرى دولة دينيه ما تشير الروح دي ذكرى دولة دينيه هل ييقى لدور توهان ودعايني هل ييقى لدور توهان ودعايني دكي خاتو ما نهم باليان وديرهايا قاتو مواني من دريادو هدانا دوان داريس واناقي يو أماهان بايد البانا هايان دانا هسو ماليه بايد ياريين علان كيو داقا هالميه بايد فاعايا علان كيو داقا هالميه بايد فاعايا ما تشير الروح دي ذكرى دولة دينيه ما تشير الروح دي ذكرى دولة دينيه هل ييقى لدور توهان ودعايني دكي خاتو ما نهم باليان وديرهايا علي غليف جيس علوس ويا وعطا علي غليف جيس علوس ويا وعطا عرابي يوري عرابي قد يقعد انا من الحلال
عربي قديقة عدانا من العقار لقي علي مسار كاقع علي وبركا ونكوها ما شاء الله علي غليف قيس علوس ويو عدكارا علي غليف قيس علوس ويو عدكارا وطوب يا بيرير بالبهان تعيارا يا سعر علي غليف قيس علوس ويو عدكارا وطوب يا بيرير بالبهان تعيارا يا فراس كعار كلام حفلة دي سلام عوي علي غليف كوكو عليه صار نعود تلمى خاتوم قول ايستوه قديقي داغا خاتوم قول ايستوه قديقي داغا او قسيقي اينا قلها ارباي قدو سابي او قسيقي اينا قلها ارباي قدو سابي garada wayo ragwada gaifan bauka garada wayo ragwada gaifan bauka allah gule yago hote kusugaye mashallah qatuma gule satoho gedigi daga hatuma gula satoho gedigi daga o gesiri na gala hair pechu dosari gara dada iyo ragwada gaifan bauka gara dada iyo ragwada gaifan bauka gara luna kon mahaya gaha shandiru wata gadaalu noqon mahayagaha shaandiru wata waxaan ku gunahaa madaha yaa dardaaranguud waxaan ku gunahaa madaha yaa dardaaranguud ee allah gaarsiiyo goolkooda ay rabaan waxaan ku gunahaa madaha yaa dardaaranguud allah gaarsiiyo goolkooda ay rabaan amaana gaarsiin gacaaltooyo wanaag amaana gaarsiin gacaaltooyo iyo salaan ee gacmahooda wada jirbaay wax ku goyn karaan Masha Allah Masha Allah wa mahadsantiin Ibrahim Bursaas ma soo diyaarin intaas aan roob qayb qaadanayay wa mahadsantiin wa idin hambalyeynaya qaatu ma guuleysato ummada Soomaaliyeedna isku duubnaato insha Allah salaamu alaykum amin insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh khatumo ila iyo markaan meeshan soo fariisanay aw fiidki iyo haddii qoto dhow saacadood laga joogo sixri dhahbaa looga hadlay taariikhdeeda waxa lagu soo celcelinayaa inay u taagan tahay midnimada Soomaaliya taa waxa cadeynaya qof kasta oo meesha isuu taagayay waxa uu ku hadaaqayay midnimada Soomaaliya in la weynaysiiyo taas ana muqaddasa ilaahayna waxaan ka baryayaa inay Soomaali isugu timaado maalin maalmaha kamid ah calanka buluuga ah iyo Soomaalinimadii la yaqaanay ee lagu aftirsan jiray ilaah deerto oo la sameeyay gobollo badan oo ay Soomaad waxay tiraahdaa damiir gadaasho ninka degay meel uga toomoon buu waayay gobollada yararka ah hadda la isu geeynayo waxaa looga dan leeyahay sida horeba loo sheegay in Soomaali la weyntii lagu soo fuulo oo la isugu keeno ilaa haddana waxaad mudanayaa meel fiican soo socoto dadkeenu waa u wada buseelsan yihiin 22 sanadood kadibna waa la wada ogaaday qofna inaanu cidlo u joogi karin ama aanu gooni isu taagi karin ama aanu qol yar ku jiri karin taas markaan kaga imaado Soomaali weynta khaatumo meel fiican bay maraysaa xilka la doortay iyo nimanka loo doortay iyo waliba gabdhaha waxaan umaleynayaa inaad aragtaan sawirada gadaasheeda Suudaan in gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka gabadh leeyahay Faadumo Jaamac Cilmi loo doortay
وحنو رجيني أنه إلهي وفضى يديو على خليف كلايد عبد الله محمد علي هيبة عبد الرحمن الشيخ عمر يا فاطمة جامع يا انت كانت الله ميداها بينو إلهي حلوك أي قادم وفضى يديو هم بليانو لانا هاي وحن كايمي أنه state of main bank كايمي آدي آد بان وقود تهني يدينا يا انت كانت الله ميداها وأنا أسود عيني والسلام عليكم ورحمة الله. وبرنامج كديان وما تدقي من يجي. مجال هذا بصنا عارق ذلك المراكك. أنا ويوسف تبين حفلات بالعرب ولقبتي. خاتم ستيد في سوماليا. حفلات اللي قلتها نيديني معملك عصب خاتمه. مدعوين على خليفة قليل. مدعو الحياك الس. عبد الله محمد علي هيبي عقلوا ليو. قدوميها برلمانكا محمد شيخ عمر إيو قدومي قيانكا برلمانكا أو إيضو نقطي أما نسيب أوية لتي قبر إيا خاتمو نقطي إستيت كيقوري قبر أي زوج الشعفر تقوف أي قسر أي مامولكا قبر ناس بقعد الليرا فاضمو جامع علمي وحانو مهد قارو علنا عبدالله صوت كوريا إيو مدحا برمامشيادة أي سومالي السان مهد ورسامي أنا يقول حسين فينو حيدكي قدك يا سيدا إيو أمان الله